CIA، بده يصير يمرق اسمه على الموساد، بده يتشيك. اليوم بتعرفي انت على يعني على التشيك على الكمبيوتر، ما في اسهل منه. بلا خلوا لهم شغله وحده، يعني انا رايي بعد كل اللي صار، بعد الاتفاقيات السابقه والاتفاقيات الجديده، لهم حريه الزواج فقط، لهم حريه انه يطلقوا كل يوم ويتزوجوا على ذوقهم، غير هيك ما بقى في اي حريه لهذا النظام. اصبح هذا النظام بالكامل بالكامل هو ضمن صلاحيه الاداره الامريكيه. لما ولكن بالاساس سيد بقام، الا تعتقد يعني ان المنشات النفطيه هي بحاجه لحمايه؟ بحاجه لحمايه طبعا، بحاجه لحمايه من الامريكيين، بحاجه لحمايه من اسرائيل، بحاجه لحمايه اصلا المنشآت النفطية، بحاجة لحماية من 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 حاميها حراميها. ما هن عم يسرقوها للمنشآت النفطية، مين عم يسرقها؟ يعني من يسرق اليوم ثروة المسلمين والعرب؟ يسرقها ثروة المسلمين والعرب هذا النظام القائم اليوم، هذا النظام القائم هو الذي يسرق هذه الثروة ويبيعها في الخارج. أنت تصوري أنت أن 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 يعني عمدة تتحدثين أنت في السعودية، في السعودية هناك آلاف الناس أو مئات آلاف الناس جائعة، هناك آلاف القرى ليس فيها مياه، ليس فيها كهرباء، ليس فيها مدارس. حتى في السعودية، وهذا من داخل السعودية، بدل أن تصرف هذه الثروة في اتجاه التنمية داخل السعودية، بدل أن تصرف هذه الثروة على الشعب السعودي، هذه الثروة تذهب للأمريكيين، والنظام الحاكم يستطيع أن يتصرف بشيء قليل، يستطيع أن يتصرف. يعني تستطيع أنت إذا كنت أنت أميرا سعوديا، يستطيع أن يذهب إلى لندن ويخسر مليار دولار في لعبة قمار، ليس هناك مشكلة. ولكن إذا تبرع بألف دولار لحماس أو لفلسطين أو لأي حركة مقاومة، يعتبرونه هذا إرهاب، تحت بند الإرهاب تصادر أمواله، وتحت بند الإرهاب يحرم من كل شيء. تصوري أنت هذا الذي يحصل تحت شعار مكافحة الإرهاب كله بيتم. طب يعني برأيك إذا كان أصلا غضب الإسلاميين قد تفجر في المنطقة على أثر التواجد الأمريكي في الخليج، وأيضا بشكل خاص في العراق مؤخرا، ويعني هذا الأمر كان من أحد الأسباب التي أدت إلى تحريك تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، هل هذا يعني أننا قد نشهد تحركات جديدة لتنظيم القاعدة في السعودية على أثر تطورات من هذا النوع وبهذا الحجم؟ أنا رأيي أول شيء الإسلاميين نوعين. هناك نوع لديه قناعة كبيرة بالحرب على الأمريكيين والمشروع الأمريكي، وهذا النوع تشكله بعض حركات المقاومة إن كان في العراق. يعني لا يجوز أن نشمل الإسلاميين كل الإسلاميين، وهناك إسلاميين هم يعملون لمصلحة CIA، وهؤلاء الناس تحركهم السعودية وتمولهم السعودية. وأنت شاهدت ماذا حصل عندنا في لبنان، فتح الإسلام بالكامل فبركة سعودية، وواضح بأن فتح الإسلام كانت تنفذ مشروعا سعوديا في لبنان وفي مخيم نهر البارد، ولم تكن تنفذ مشروعا مقاوما. لذلك يعني هذا الموضوع، هذا البعبع الإسلامي، يعني عزيزتي الأمر إذا لاحظناه، كان البعبع في البداية سوفيتي، كانوا يخوفون الناس من الشيوعية، ثم انتقل تخويف الناس بفترة من صدام حسين، بعدما دفع صدام حسين باتجاه الحرب على إيران. بعد أن انتهى صدام حسين، الآن بدهم يعملوا بعبع آخر. الآن بتشوفي أنت البعبع إيران، مثلا بيصرفوا كل الأموال على محاربة إيران إعلاميا، وعلى حملات على إيران إعلاميا. شوي بتتفاجئ رفسنجاني ماسك له إيده الملك وعم يستقبله، أو عم يستقبل أحمد نجاب بالترحاب وضمن القصور، يعني ما توخزيني على التعبير، مثل 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 يعني وحدة يعني متمنية واحد، وبتضلها تشتمه ليل نهار. يعني ما بيجو، يعني هذا هال 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 هالتمثيل بالموضوع الإيراني، بتشتم الإيراني، بتدفع أموال لتشويه الإيراني، شوي تاني يوم بنشوفك عمالي بتستقبله. ولكن بالنسبة للقاعدة، يعني كان السؤال، هل هناك خطر حقيقي من هجمات للقاعدة داخل السعودية على أثر هذا التواجد الأمريكي من خلال هذه الاتفاقيات لحماية المنشآت النفطية ومراقبة؟ أنا أعتقد الخطر الأساسي على النظام الآن هو داخلي أكثر مما هو يعني
يصورونه إرهاب وما ذلك. أنا رأيي هناك خطر داخلي، الناس داخل السعودية بدأت تشعر جديا بالأعباء التي تتحملها نتيجة هذا الحكم. الناس في السعودية بدأت تسأل أين تذهب الثروة. هناك عمل جدي، هناك داخل السعودية ناس جديين يعملون يطرحون هذه الأسئلة ويقولون إلى أين تذهب هذه الثروة، ثروة الأمة كلها إلى أين تذهب. لذلك أنا أعتقد الاتفاقيات موجهة إلى الخارج والداخل وليس إلى الخارج فقط. كيف يمكن لهذا الداخل أن يترجم هذا الغضب وعدم الرضا على كل ما يحصل؟ أنا أعتقد أن يعني أن هناك كثير من التحركات الشعبية، هناك كثير من الحركات التي تحصل في المساجد بعد صلاة الجمعة وما إلى ذلك. هناك قوى جدية داخل السعودية بدأت تطرح إلى أين نحن ذاهبون. لا تنسي أنت المشكلة الأساسية الآن أن هناك يعني يمكن انسحاب أمريكي من العراق، ممكن يصير يقتصر على بعض القواعد في العراق، ممكن يصير في عودة لبعض السعوديين الذين قاتلوا في العراق، وكمان هودي النظام بيعتبرهم بشكل خطر عليه. لذلك النظام لن يترك وسيلة إلا ويحمي فيها حاله. فأجا جورج بوش على المنطقة، قام هذا النظام بإهدائه هذه الاتفاقيات، وجورج بوش بخبثه طبعا أعلنها من إسرائيل لأنها هي بنفس الوقت هدية لإسرائيل. الآن تقولين أنت يعني هذه الاتفاقيات كيف بس أنا لأقول لك شغلة، ماذا تعني يعني بأنها هدية أيضا لإسرائيل؟ هلأ رح أحكي لك بالموضوع، بس أنت الاتفاق يعني اتفاق على حماية البنية التحتية، يعني هون في أمامي الاتفاق على حماية البنية التحتية، يعني من يحدد ما هي البنية التحتية؟ يعني مين بيحدد هذا الموضوع؟ البنية التحتية ممكن تشمل كل شيء، ممكن يتدخلوا معك بخطوط الهواتف وين رايحة، بالصرف الصحي، بالمياه، بكل ذلك. يعني بموضوع إسرائيل، ما أنت بتعرفي يعني أنت الحليف الاستراتيجي في المنطقة لأمريكا هي إسرائيل، وطبعا إسرائيل ستستفيد من كل هذا الوضع، بالإضافة لأنه هذه الاتفاقيات تكبد المملكة السعودية، بتكبد السعوديين، بتكبد الشعب السعودي المليارات. بكرة بدها تحتفي في الصواريخ وفي نصب صواريخ وفي وما إلى ذلك، والحماية وتكاليف الحماية في مليارات الدولارات تذهب من أمام الشعب السعودي، تذهب إلى خدمة هذه الاتفاقيات، وجزء من هذه الخدمة تذهب إلى الإسرائيليين. الإسرائيليين مستفيدين غير مباشر من النفط السعودي، وفي استفادة إسرائيلية من النفط السعودي. أما يعني بالسياسي ما في شيء بيصير هيك، يعني ليش بده يقلون جورج بوش؟ أليس في الأمر أيضا يعني مصلحة للسعودية إذا ما أخذنا يعني حرفيا ما جاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض على أثر توقيع تلك الاتفاقيات الأربع؟ يقول البيت الأبيض يصف هذه الاتفاقيات بأنها حيوية وتهدف إلى تعزيز حماية موارد الطاقة وتقوية التعاون النووي للأغراض السلمية، سوف أتحدث فيما بعد عن أيضا المسألة النووية، وتوسيع نطاق مكافحة الإرهاب العالمي وتشديد منع الانتشار، وأيضا هناك يعني تفكير بحادثة سابقة استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. يعني أليس أيضا في الأمر جانب من المصلحة السعودية من خلال توقيع ما تم توقيعه؟ يعني هن كل هالمليارات اللي عمالي بيصرفوها على التسلح وعلى التدريب، ما قررين يحموا المنشآت بحاجة للأمريكان؟ طيب في افهم ليش عم يشتروا كل هالسلاح؟ إذا كانوا عم يعطون يا للسلاح، أنا رأيي في سلاح عم يندفع ثمنه وما عم بيتسلم للسعوديين، حتى في سلاح بيندفع ثمنه وما بيتسلم. بس أنا بدي أقول لك شغلة، اللي حريص على مصلحة بلاده مثل عم تحكي، هن حريصين على حماية نفسهم مش على مصلحة البلاد. اللي حريص على مصلحة، عندي هون يعني بقرا اليوم كنت دراسي حول موضوع ارتباط الريال بالدولار. طب اللي حريص على مصلحة بلاده في اعرف انا ليش بيخلي الريال مرتبط بالدولار رغم انه الدولار عم ينهار؟ انا بدي اقول لك شغله، الكويت، طب الكويت دولة حليفة للولايات المتحدة الامريكية، بس ما بقت مرتبطة بالدولار لانه عملوا مصلحتهم هون، فكوا الارتباط بالدولار. صارت، بدي اعطيكي مثل انا